متابعي راديو أم، أهلا بكم في الموجز الإخباري لنهار اليوم. منعت مصالح الأمن الحضري لولاية بجاية صبيحة اليوم الثلاثاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من تنظيم الطبعة 11 لمنتدى حقوق الإنسان التي دأبت عن تنظيمه كل سنة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف لعشر من شهر ديسمبر على مستوى مركز الإعلام والتوثيق، وذلك بناء على إعذار صادر شخصيا عن والي ولاية بجاية الحالي وفقا لما كشف الحقوقي حسين بومجان لراديو أم. تحتضن الجزائر من 7 إلى 9 ديسمبر أشغال الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا تحت عنوان دعم الأعضاء الأفارقة الجدد في مجلس الأمن للأمم المتحدة في التحضير لمعالجة مسائل السلم والأمن في القارة الإفريقية. تتوجه الأنظار مساء اليوم إلى قطر تحسبا لمباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الإسباني في مباراة مصيرية تعلقت فيها الآمال العربية والمغاربية لتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق لأسود الأطلس لبلوغ ربع نهائي مونديال للمرة الأولى. كشف مصدر بوزارة الثقافة والفنون لجريدة سبق براس تنحية المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عيشية ناصرة، وحسب المصدر ذاته فإنه تم تنصيب سميرة ثعالبي خلفا لها. ومن جهة أخرى عينت سورية مولوجي وزيرة الثقافة والفنون حمزة جاب الله مفتشا عاما جديدا بالوزارة. لمتابعة بقية البرامج ادخلوا على موقع غاديو تيغي أم بوانت أو على مغرب emergent.net أو بالاشتراك على قناتنا باليوتيوب. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، سلام.